بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الابتدائي منهج كونكت بلس. هنكمل مع بعض النهاردة إن شاء الله يونت 9. يمكن المرة اللي فاتت نسيت وقلت يونت 3 على أساس يعني إنها رقم 3 في الترم الثاني، لكن هي الوحدة التاسعة. الدرس الثاني النهاردة بيتكلم عن الهوموفونز أو المتجانسات. متجانس يعني إيه؟ يعني متشابه، كلمات متشابهة في النطق. يعني بتسمع الكلمة دي هي نفس الكلمة، مثلا سي بتسمع سي وسي، سي الاولى بمعنى بحر وسي الثانية بمعنى يرى، وهكذا. هي كلمات شبيهة مع بعضها في النطق لكن تختلف في كتابة الحروف وبالتالي بتختلف في المعنى. ممكن المتجانسات دي يكون واحدة منهم اسم والتانية فعل، مثلا زي سي وسي، سي الاولى بحر وسي الثانية يرى، فعل بمعنى يرى. ممكن تلاقي واحدة أداة استفهام زي اللي قدامنا دي وير، والتانية وير اللي هي يرتدي. ممكن واحدة تكون صفة زي بلين، بلين يعني سادة، والتانية تكون اسم اللي هي بلين اللي هي الطائرة، وهكذا. ممكن يكونوا الاتنين ينفعوا الاتنين اسم زي مثلا فلاور وفلاور، فلاور دي وفلاور وردة. خلاص هنعرف المعنى ازاي؟ هنعرف من خلال الجملة، من سياق الجملة. يعني مثلا هقول انا في الصيف بروح البحر مثلا، يبقى I go to the sea. فانت لما تسمع الجملة سهل جدا انك تعرفها ان هي بحر، فانا مش معقول هقول انا اذهب الى ارى، لا اكيد طبعا هذهب الى البحر. في الجملة التانية مثلا سي هقول I see a cat، انا شايف قطة، مش معقول هقول انا بحر قطة. تمام، يبقى انت هتعرف معنى الكلمة من سياق الجملة، ده لو انت سمعها سمع يعني، اما لو شايفها قدامك خلاص الموضوع منتهي لانك عارف السبيلينج بتاع كل كلمة. خلاص، طب ايه اللي بيجيب التشابه ده؟ لان احنا طبعا عندنا المخارج الاصوات بتتشابه في طريقة الكتابة، وزي ما خدنا قبل كده في اللونج اي يعني المد الطويل لحرف الاي، انه ليه اكتر من طريقة. من ضمن الطرق دي يا اما يتكتب اي اي يا اما اي اي، والاثنين بيدوا لي نفس النطق، فلذلك هتلاقي في تشابه في الاصوات. سي سي، هير هير. هير الاولى دي ده ظرف ايه؟ مكان. اما التانية ده فيرب بمعنى يسمع. وير دي أداة استفهام، أما اللي بعدها وير ده فعل، يبقى وير وير. عند رايت أقول لك والله أنت صح، يبقى رايت دي تعتبر كأنها كده زي صفة. أما رايت التانية ده فيرب، ده فعل بمعنى يكتب، لأن الدبليو هنا لا تنطق، إذا بتديني نفس الصوت، والجي اتش فوق مش بتتنطق خلاص، والإي هنا برضو مش بتتنطق، يبقى أنا كأني بنطق الآر آي تي، وهنا نفس الكلام كأني بنطق الآر آي تي، وباقي الحروف دي ملهاش أي قيمة عندي في النطق. فلاور الدقيق وفلاور الوردة، هنا الاتنين ناونز أسماء. بلين زي ما قلت لك دي صفة بمعنى سادة خلاص، يعني لون واحد. أما بلين التانية دي معناها الطائرة. تعال نقولهم مع بعض، سي هير وير رايت فلاور بلين. كلمة اف واحنا شرحناها الحصة اللي فاتت، اف معناها اذا او لو، اذا عملت كذا هيحصل كذا، لو تعمل كذا يبقى هيترتب عليها كذا. تمام، temperature اللي هي درجة الحرارة، دي واخدينها قبل كده. by the sea يعني بجوار البحر، كلمة by معناها بجوار، اقول لك by the window جنب الشباك، by the door يعني جنب الباب، by the sea بجوار البحر. get burned يعني يحترق. تمام، cycle معناها يركب دراجة، ده verb، وينفع برضو اسم cycle اللي هي الدراجة نفسها. fall over بمعنى يقع، يتشنكل يعني، كاتب لك هو يتكعبل، fall over. قولهم معايا، f temperature temperature by the sea by the sea get burned get burned cycle cycle fall over fall over. more معناها اكثر، cry يبكي، touch ده verb بمعنى يلمس، fire النار نفسها، die ده verb بمعنى يموت. more cry touch fire die. hurt yourself معناها بتجرح نفسك، hurt yourself. tell بمعنى يخبر، ده verb. pick يقطف او يلتقط، بيقطع ورده كده. travel معناها يسافر او يغادر.
water ده فيرب وينفع ناون برضو بمعنى ميه، لكن هنا جاي كفيرب بمعنى يروي او يسقي. hurt yourself, tell, pick, travel, water. سيبك من التعريفات ده، وستيب اهيد بيستهبل يعني جايب لي تعريف كل كلمه، بحر يعني ايه ويارا يعني ايه، اظن ده يعني عبط يعني. تعال نروح للصفحه اللي بعدها. هنا الزيرو كونديشنال يعني الحاله الصفريه لقاعده اف. قاعده اف زي ما شرحنا المره اللي فاتت هي عباره، القاعده الاولى اللي هي الصفريه عباره عن بتتكلم عن حقائق او حاجات معروفه، يعني حاجات يا اما فيزيائيه تمام، يعني مثلا انت لما هترمي حاجه هتقع لتحت، دي حقيقه فيزيائيه، حقيقه علميه بينون عليها بالانجلش فاكت. لما بتسخن الميه بتغلي، اظن دي حاجه يعني ايه طبيعيه، يعني 1 + 1 = 2 ما فيهاش اي اختلاف. يبقى لما تحط شويه زيت على ميه الزيت هيطفو. كل الحاجات العلميه اللي هي عباره عن فاكتس حقائق او حدث بيترتب على التاني بطريقه واقعيه، طريقه طبيعيه يعني ما فيهاش اي خيال، هتكون هي الحاله الصفريه. لان الخيال ده لو اقول لك لو انا غني هعمل كذا ده اسمه خيال، ده ليه حاله تانيه خالص هناخدها بعدين. لكن دلوقتي احنا بنتكلم في الحقائق، في الحاجات الثابته المتعارف عليها. خلاص ده الفرق بين الحاله دي والحاله اللي ممكن تجي لنا بعد كده. الحاله دي لازم لما احب استخدم معاها قاعده اف لازم جمله الشرط بتكون في المضارع البسيط، وجواب الشرط برضو بيكون في المضارع البسيط. بفكرك بالمضارع البسيط ان هو عباره عن فعل احنا بنستعمله لغرض معين. احنا كنا بنستعمل المضارع البسيط لايه؟ لما كنا بنتكلم عن الروتين اليومي والحقائق الثابته والقوانين الثابته تمام، والهوايات المتكرره الواقع حدوثها بشكل متكرر. انا بكلمك بسرعه اهو علشان الكلام ده احنا ايه رغينا فيه كتير الترم الثاني تمام. يبقى المضارع البسيط هو اللي بيتكون كالتالي: اي ويو وي وذي وفاعل الجمع، دول بياخدوا الفيرب، يعني بياخدوا الفيرب في صوره المصدر. اما هي وشي وات والفعل المفرد بضيف له اس او اي اس، او لو كان منتهي بواي مسبوق بحرف ساكن بقلب الواي لاي وبضيف الاي اس، والكلام ده يعني اتحفظ. تعالى كده ندخل على الجمل. if you fall over، لو انت وقعت اتشنكلت يعني you hurt yourself. الجمله دي عملناها ازاي؟ اولا جبنا اف وهي معنى اذا او لو. يو ده الفاعل، يبقى بقول لك لو انت او اذا انت. fall over يعني تقع، لو انت بتقع، لو انت بتقع ايه اللي هيحصل؟ نجيب كوما الاول قبل ما نقول ايه اللي هيحصل عشان نجيب جملة ايه جواب الشرط. الشرط انك تقع، ساعة ما تقع هيحصل كذا، يبقى دي جواب الشرط. هيحصل لك ايه؟ هنعيد الفاعل تاني: you hurt، انت هتأذي yourself نفسك. خلاص يبقى لو انت بتقع يبقى انت هتتأذي، هتأذي نفسك. ادي مضارع بسيط وادي مضارع بسيط، الاولى في المصدر فول لان الفاعل يو، والثانيه هيرت في المصدر لان الفاعل يو. يبقى تكوين الجمله في قاعده اف الصفريه هو مضارع بسيط في جمله الشرط ومضارع بسيط في جمله جواب الشرط. if you fall over comma you hurt yourself. الجمله اللي بعدها if he touches a fire، لو هو بيلمس النار he gets burned، هو بيحترق تمام. يبقى الجمله الاولى اف وبعدين الفاعل هي، وضعنا اي اس لكلمة touch لان لازم الفيرب هنا ياخد اس لان الفاعل هي. جيت اضيف الاس لقيت الفعل منتهي بسي اتش، وعرفنا ان السي اتش من حروف الهمس اللي لازم تاخد اي اس علشان تكون كمضارع بسيط مصرف مع فاعل مفرد غائب. يبقى هقول if he touches a fire، لو هو بيلمس النار كوما ايه اللي هيحصل؟ he gets burned، هو سيحترق. get برضو خدت اس لان الفاعل مكرر هنا هي. if he touches a fire he gets burned، ادي جملة الشرط. جملة جواب الشرط هو يحترق. الجملة الأخيرة she wears a cast، هي هتلبس جبيرة. if she breaks her leg، لو بتكسر رجليها. هنا خلي بالك جبنا اف في النص بين الجملتين وشلنا الكوما، يبقى تعتبر اف دي هي حلقة الوصل بين الجملتين زي ما كنا بنعمل بأدوات الربط اللي هي and و or و because والكلام ده كله. خلاص أنا ربطت هنا بإف مفيش داعي للكوما، لكن الفرق إن لما تكون إف في النص جملة جواب الشرط بتكون الأول. يعني إيه؟ يعني النتيجة بتكون أول حاجة أول جملة، والجملة التانية بتكون هي الشرط. يعني أنا بقول هي بتلبس جبيرة، طب هي هتلبسها ليه؟ إف شي بريكس هير ليج، لو بتكسر رجلها. يبقى الشرط هنا لازم يجي بعد إف.
يبقى اف لو جت في البداية خالص او في النص لازم الجملة اللي تكون وراها هي جملة الشرط. في حالة لو جت اف في اول الجملة بنضع كومة عشان نربط بين الجملتين، جملة الشرط وجواب الشرط. في حالة اف جت في النص خلاص بشيل الكومة وبربط باف، لكن طبعا لازم يجي بعدها جملة الشرط مش جواب الشرط. يبقى نقول تاني، لو جت اف في اول الجملة يبقى يجي بعدها جملة الشرط، لو جت في نص الجملة برضو بيجي بعدها جملة الشرط. كل الحالات سواء اف جت في اول الجملة او جت في نص الجملة بيكون بعدها جملة الشرط. خلاص جملة جواب الشرط بتكون الناحية التانية، يعني لو اف هنا في اول الجملة جملة جواب الشرط بتكون بعد الكومة، لو اف في نص الجملة يبقى جملة جواب الشرط بتكون في البداية خالص. خلاص if you fall over لو انت بتتشنكل، you hurt yourself بتأذي نفسك، if he touches a fire لو هو بيلمس النار، he gets burned هو يحترق، she wears a cast هي بتلبس جبيرة، if she breaks her leg لو هي بتكسر رجلها. بيقول لك اهو الكلمة اللي احنا شرحناها في الاول، we use the zero conditional to describe stated facts يعني بنشرح حقائق ثابتة. بعد كده دخلك على التدريبات، can you tell me تقدر تقول لي it hurts يعني تقدر تقول لي هي اتعورت فين، يبقى اكيد طبعا هقول where، هقول can you tell me where it hurts اين تمت الاصابة، يبقى where. you have to يجب عليك ان wear ولا wear a cast for 6 weeks انك تلبس الجبيرة لمدة 6 اسابيع، يبقى يرتدي اللي هي دي wear. I will write ولا write down your temperature يعني انا هدون هكتب درجة الحرارة بتاعتك، يبقى اكيد write اللي هي يكتب. is this the right ولا right medicine بيقولك هل ده هو الدواء الصحيح، كلمة صحيح اللي هي right دي. هتكمل انت باقي الاسئلة بعدين. هنا choose if you fall over لو انت بتتشنكل، you hurt ولا hurts yourself، طبعا الفعل يو يبقى الفعل يجي بعده في المصدر. اما نمبر 2 if you touch ولا touch the fire you get burned، هنا لازم يكون مضارع بسيط فهنختار طبعا touch وهنسيب touch الاخيره دي. you get better انت تتحسن، if you take ولا will take medicine، will take دي مستقبل واحنا في الحاله دي ما بنستعملش الفيوتشر خالص، يبقى هناخد take في المصدر. خلاص هتحل انت باقي الجمل، لكن في جمله هنا اعتقد ان هي نمبر، تعالى ايوه نمبر 7، الجمله دي غلط يا جماعه. if he eats ولا don't eat ولا doesn't eat healthy food you get sick، خلي بالك هتغير you get هتبقى he gets، يعني اشطب على you وخليها he وحط s للفعل لان الفاعل هنا he، يبقى لازم يكرر الفاعل هنا he، وبما ان احنا وضعنا he يبقى هنضع s للفعل هنا زي ما هنختار هنا برضو doesn't eat اللي هي فيها الـ ES، فهنقول if he doesn't eat healthy food لو مش بياكل طعام صحي he gets sick هيصبح مريض. بعدين هتكمل باقي الأسئلة. هنا بيقول لك complete the sentence using the following words، هتستعمل الكلمات plain flower plain flower see where right see here where right here، هتوزع الكلمات دي على الجمل بناء على فهمك لمعاني الكلمات. بعدين جايب لك الكوبي، if it's not one thing it's another، دي هتعملها لنا كوبي ونتقابل ان شاء الله في الحلقة الجاية. سامحوني على السرعة علشان عندي فيديوهات كتير. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.